اهلا عرفنا بيك دكتور بحضرتك. مورنو المحترم، معاك علي فايز محامي ضحية عصام صاصة احمد مفتاح المتوفى الى رحمة مولاه، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ان شاء الله. تمام، خلينا نتكلم في الأول كده عن النقطة الأكثر جدلا على الساحة خلال الفترة الماضية، وهي نقطة الدية. في دية، في نية للتصالح. هو بس هي اكثر جدلا ليه؟ يعني ليه هتعمل جدل؟ دي دية شرعية، دية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قال عليها. وعلشان الناس تفهم، اللي خلاني اتكلمت في قصة الدية هو التصريح بتاع زوجة عصام صاصة اللي نزلته على الستوري وتناقلته، حتى القراءة عندكم 24 نزلته، وفي اكتر من صحيفة نزلته، قالت نصا احنا بنتساوم بالملايين. فانا رديت عليها وبرد عليها وبقول لها ان الكلام ده ما يصحش، وان هذا الكلام فيه اساءة لاهلية المتوفى الى رحمة مولاه، لان الناس ما ساوموش في ملايين ولا اتكلموا مع حد في ملايين، الناس عملوا ادعاء مدني مؤقت من خلالنا كمحامي الخاص بيهم او المحامي الخاص بيهم بمبلغ 5 مليون جنيه على سبيل الادعاء المدني المؤقت. وده مش معناه ان احنا هنتنازل، ده مش للتنازل طبعا، مش معناه ان احنا هنتنازل. انا بتكلم في 5 مليون جنيه ادعاء مدني مؤقت، وهكمل في اجراءاتي الجنائيه. اللي عايز اقوله لك ان في بعض الوقائع، وانا جبت النهارده صور لاحكام، قسما بربي في حد في فقد عضو عنده والمحكمه حكمت له ب 10 مليون جنيه، فقد عضو مش فقد انسان. فانا لما اجي ادعي مدني ب 5 مليون جنيه ما ينفعش يترد عليا ويتقال لي ان في مساومه بالملايين، خصوصا ان انا واحد انا شغال في العمل الخيري والعمل الانساني بقالي 15 سنه، الناس كلها عارفاني بقدم برنامج طريق الخير، فانا هدفي في المقام الاول انساني. فاستجبت لمكالمه عصام صاصه لما كلمني، وكنا عايزين نحل، واحترمت كلامه وحسيت منه ان هو متاثر فعلا. هنتكلم عن التفصيله دي، ودي تفصيله مهمه، تفاصيل المكالمه اللي جمعتك بعصام صاصه. اطراف الحديث اللي تناولته في المكالمه دي؟ هو اللي حصل ان كان في يعني ترتيبه من خلال كابتن احمد جمال صاحب شركه الامن والحراسه، واخوه يعني صديقه المحترم ابراهيم مراعي، ناس قريبين جدا مقربين من عصام صاصه، قالوا لي معلش يا استاذ علي عايزين نشرب مع بعض فنجان القهوه ونقرب وجهات النظر واحنا حاسين باهالي المتوفى. واتصل بعصام صاصه ورن عليه في دبي وكلموني في نفس القعده، وعصام قال لي كده نصا يا استاذ علي انا مش فارق عندي اي حاجه، حتى لو اتحبست انا اهم حاجه عندي راضي الناس، وانا اهم حاجه عندي في الدنيا راضي الناس دي، لان انا حاسس بيهم. انا ابويا توفى وانا عندي 9 شهور. انسانيا الكلام كويس وكويس جدا، والله ثم والله خدت انا الكلمتين دول وبلغتهم لجمال والعم ابو الخير وعم عبد السلام واهليه المتوفى. الناس الى حد ما هدوا، يعني الناس رافضين الصلح تماما لما سمعوا كلام عصام، هدوا كلامه وشعوره بالذنب، بالذنب حاول طبعا هدوا. يهديهم شويه. اقول لك مفاجاه اول مره اقولها في اي مكان، اتفضل. لو ما كانتش عينه المخدرات طلعت ايجابيه وما كانش في استهتار، الناس دي ما كانتش هتطلب اي حاجه وكانوا هيتنازلوا.